بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة التطوع. الحمد لله الذي شرع لعباده التزود من الطاعات ونوع لهم القربات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، إن ربكم سبحانه وتعالى شرع لكم بجانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل الصلوات، فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات. وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والصلاة تجمع أنواعا من العبادة كالقراءة والركوع والسجود والدعاء والذل والخضوع ومناجاة الرب سبحانه وتعالى والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلوات التطوع على نوعين: النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة، والنوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض. وآكد أنواع صلاة التطوع صلاة الكسوف، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح، ثم صلاة الوتر. وكل من هذه الصلوات سيأتي عنه حديث خاص إن شاء الله تعالى. ولنبدأ الآن بالحديث عن صلاة الوتر لأهميته. قد قيل إنه آكد التطوع، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره مما لم يختلف في عدم وجوبه. وقد اتفق المسلمون على مشروعية الوتر، ولا ينبغي لأحد تركه، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. وروى أحمد وأبو داود مرفوعا: من لم يوتر فليس منا. والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، ولثلاث الركعات وللخمس وللسبع وللتسع وللإحدى عشرة إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد. فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر، فالوتر اسم للركعة المفصولة وحدها. ووقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء الآخر ويستمر إلى طلوع الفجر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء. فمن كان يثق من قيامه في آخر الليل فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل، ومن كان لا يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام. بهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن لم يثق بقيام من آخر الليل فليوتر، ومن يثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأقل الوتر ركعة واحدة لورود الأحاديث بذلك وثبوته عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بشفع. وأكثر الوتر 11 ركعة، يصليها ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. رواه مسلم. وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وله أن يسردها
ثم يجلس بعد العاشرة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة ويتشهد ويسلم، وله أن يسردها ولا يجلس إلا بعد الحادية عشرة ويتشهد ويسلم، والصفة الأولى أفضل. وله أن يوتر بتسع ركعات يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالركعة التاسعة ويتشهد التشهد الأخير ويسلم. وله أن يوتر بسبع ركعات أو بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه مسلم. وله أن يوتر بثلاث ركعات، يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي الركعة الثالثة وحدها، ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح، والثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. أيها المستمع الكريم، تبين مما مر أن لك أن توتر بإحدى عشرة ركعة وبتسع ركعات وبسبع ركعات وبخمس ركعات وبثلاث ركعات وبركعة واحدة، فأعلى الكمال إحدى عشرة ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات والمجزئ ركعة واحدة. أيها المستمع الكريم، ويستحب لك أن تقنت بعد الركوع في الوتر بأن تدعو الله سبحانه فترفع يديك وتقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. اللهم متعني بسمعي وبصري وقواتي ما أحييتني، واجعلها الوارث مني، واجعل ثأري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا غاية قصدي ولا إلى النار مصيري، ولا إلى النار مصيري، واجعل الجنة هي داري، إلى آخر ما ورد من ذلك. ولك أن تختار من الأدعية ما تحتاج إليه في دينك ودنياك، وأن تدعو للمسلمين ولإمام المسلمين، وتسأل الله القبول. هذه صفة الوتر وصفة القنوت بصورة مجملة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والهداية لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.